بسم الله بسم الله رافع السماء بلا عمد عليه دائما وأبدا نتوكل ونعتمد. بسم الله رب الأرباب مجري السحاب وخالقنا من تراب، نسأله وسط هذا الجمع المبارك بإذنه أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل بيننا شقيا ولا محروما. ألم قاسي وحزن شديد لن يفارق القلب بعد رحيلك المفاجئ للجميع. أيها الصديق المثابر والفريد، يا صاحب القلم المتميز الذي استمر لعقود، رحيلك خلف جرح عميق أوجع الأحياء، وفقدنا به عمودا بارزا من أعمدة الصحافة عامة. فيصل فخري، صفي الدين، السنوسي رحل سريعا وفجأة. أخ وصديق ورفيق، رحمك الله برحمته الواسعة وأسكنك فسيح جنانه، ولا نملك إلا أن نقول إنا لله وإنا إليه راجعون. كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. نسألك يا ربنا أن يكون فيصل فخري من الفائزين بالجنة. اللهم وسع له في قبره مد بصره، اغسله بالماء والثلج والبرد، واجعله روضة من رياض الجنة. ربنا لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اغفر له وارحمه. نتوكل على الله ونبدأ بأولى الكلمات لوكالة الأنباء الليبية، راعية هذه الليلة المباركة بإذن الله، السيد المدير العام لوكالة الأنباء الليبية دكتور إبراهيم هدية المزبري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إنا لله وإنا إليه راجعون. في ثمانينيات القرن الماضي أذكر شطرة لقصيدة شعبية في رثاء الملك إدريس رحمه الله، تقول يا سيادنا يحسن الله عزانا نحن سوا في فرحنا وبكانا. فعلا أحر التعازي القلبية الحارة للسادة السنوسية في هذا المصاب الجلل، وهو مصاب لليبيا بأجمعها من شرقها لغربها لشمالها لجنوبها. قبل تقريبا أسبوع أو 10 أيام من انتقال المرحوم إلى رحمة الله تعالى، كان في زيارة لنا في وكالة الأنباء الليبية، وكان آخر لقاء أجراه الصحفي الراحل سيف مبيا رئيس قسم الأخبار الرياضية في وكالة الأنباء الليبية مع الأستاذ فيصل رحمة الله عليه. في ذات الليلة توفى سيف وما تمكنش أنه هو يفرغ الحوار مع الأستاذ فيصل.
جيت للوكالة في الصبح فلقيت الأستاذ فيصل كيف واصل لمقر الوكالة، خش معايا للمكتب وشبه فرغ الحوار اللي جرى مع سيف بالكامل، وأجري معاه لقاء في راديو وكالة الأنباء الليبية تحدث فيه عن هذا اللقاء، وكتب عمود بعنوان اللقاء الأخير، وكان هو اللقاء الأخير فعلا مع الأستاذ فيصل. منذ بداية عملي الصحفي في قبل حوالي يعني 15 سنة من الآن، كان قلم الأستاذ فيصل وبرامجه يعني محل اهتمام كبير جدا مننا، على اعتبار أن يعني ما شفتش حد أرخ للرياضة الليبية كيف ما أرخ لها الأستاذ فيصل فخري. كان قلمه مميز جدا، وكان واحد من النقاش اللي ناقشته معاه في آخر لقاء يتحدث فيه عن يعني الفرق ما بين الجيل اللي هو عاصرة وجيلنا نحن جيل الشباب، وكان مشجع جدا لمجموعة من الأقلام، وكان يعني يستهويه قلم سيف مبيا رغم الاختلاف في المدرستين. بخسارته فعلا خسرنا قامة وقيمة كبيرة جدا، لكن نسأل الله أنه يعوضنا فيه خير ويعوض أهله فيه خير، وأن يلحقنا به صالحين لا فاتنين ولا مفتونين ولا على أدبارنا منقلبين. خالص التعازي لأسرته وخالص التعازي لمحبيه، ونسأل الله أن يتغمد برحمته يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله. بسم الله. إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن، وإن لفراقك يا أستاذ فيصل فخري لمحزنون. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. باسمي وباسم النقابة العامة للإعلاميين الرياضيين، اليوم نعزي في فقيدنا، فقيد الصحافة وهرم من إهرامات الإعلام الرياضي، الأستاذ فيصل فخري. لطالما كان مرجعا لكل الإعلاميين، لم يبخل أبدا على أحد سواء كان من المجال الإعلامي أو غيره بأي معلومة رياضية، كان يلبي متى طلبت منه الحاجة، وكان هو الداعم الأول والأخير لكل الإعلاميين. عرفناه أستاذا هادئا متسامحا راضيا قنوعا ملتزما بإنسانيته، حمل الأمانة بإخلاص، وأعطى للحياة وللمجال في الإعلام الرياضي جهده وخبرته وتجربته. لا نقول إلا ما يرضي الله، إنا لله وإنا إليه لراجعون. رحم الله فقيد الصحابة والإعلام الأستاذ فيصل فخري. شكرا للجميع، ونستمع الآن إلى كلمة أستاذنا الفاضل أحمد بشور. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على آخر وأشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك ربي تحيي من تشاء وتميت من تشاء وأنت على كل شيء قدير. خلقت ربنا كل الكائنات، وجعلت الموت نهاية لكل هذه الكائنات، وانفردت بالبقاء، سبحانك الحي الذي لا يموت. وإنا لله وإنا إليه راجعون. هذا ما نقوله ونردده ونتبع فيه نبينا الحبيب الذي قال عند وفاة إبراهيم: إن العين لا تدمع وإن القلب لا يجزع وإن لفراقك لمحزنون. يا إبراهيم، نحن نقول إن لفراقك لمحزنون يا أستاذ فيصل، أو يا أخ فيصل، أو يا إداري فيصل، أو يا إعلامي فيصل، أو عضو الاتحاد الفرعي فيصل، أو عضو الاتحاد العام فيصل، أو عضو أجل إدارة اللجنة النادي الأهلي. هذا الإدارة 73 كنا معايا، أنا كنت سكرتير النادي وكان سكرتير الثاني، وعاش في هذا الوسط الرياضي. فيصل فخري في هذه السن
وهو مواليد 46، مواليد درنا 46، يعني عمره 78 سنة. حتى الدخان اللي شربنا حتى بناته ما شربش. هادي في طباعه، في تعامله، اجتهد. بدا في البداية يستعمل في صوته وكلامه. أول مرة هو مارس كرة القدم ببساطة في فريق من الانبيت، شارع الانبيت اللي هو اسمه الآن رضيع عبد المنعم رياض. ما مشتش معه الكرة، استعمل وبصر حتى مباريات. في اعتقادي أنا ما هوش له، فيصل فخري له الكتابة، يمسك القلم. تطور طبعا، ولد في درنا زي ما قلت 46، وبدأ دراسته، ثم وصل إلى كلية الأدب وتخرج من قسم واصل رحلته، واستطاع أن يفرض نفسه على الإعلام الخلق والإمانة. فيصل فخري يحتاج الحديث إليه إلى وقت طويل، مش دقائق، ويدوب الإنسان يقدر يكلم. أنا قلت الحاجات البسيطة هذينا، لكن هو إعلامي متميز في كل شيء. كل ما يكون حق رياضة ساهم فيه وتكلم فيه، وكان دائما عند حسن الظن. هو الآن بين يدي الله سبحانه وتعالى. شكرا للأستاذ أحمد بشون على هذه الكلمة الرائعة في حق فقيدنا الراحل عميد الصحافة فيصل فخري. والآن جاء دور الأستاذ الفاضل أيضا لاعبنا الدولي السابق ورمز الرياضة في ليبيا الأستاذ أحمد بن سويد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأجمعين. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. كل نفس ذائقة الموت، وكل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. صدق الله العظيم. في البداية نعزي أنفسنا ونعزي الأسرة الإعلامية والرياضية في ليبيا وفي العالم العربي بالكامل في وفاة المرحوم فيصل فخري السنوسي. عرف المرحوم بالمصداقية في القول والعمل والأخلاق العالية والمعاملة الجيدة مع الجميع. كما نعزي أسرة المرحوم، أولاده وأنسابه والأسرة السنوسية. رحل عنا القلم الصادق والأخلاق الحميد دون وداع، وترك الدنيا الفانية الزائلة بما فيها نظيفا عفيفا دون ضجيج أو حقد على أحد. تعرفت على المرحوم فيصل في أواخر الخمسينات في المدرسة الثانوية اللي هي مقر الدعوة الإسلامية حاليا، شارع عبد المنعم رياض أدريان بلت سابقا. وكنا نلعب في الكرة غادي كل مساء الساعة مثلا 4 ولا 4:30، نلتقي مجموعة من السكان الشارع. أتذكر منهم إسماعيل نوري الصديق وفيصل كعبار، والمهم مجموعة كبيرة، وعبد العزيز الفرجاني المشهور بالزقيد. نلتقوا يوميا غادي ونلعبوا في كرة القدم، ومرات ضد الفرق القريبة من مساكننا وضد الفرق التي كانت من المدارس، تأتي من المدارس. في لاعبنا الدولي السابق عبد السلام الشابي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين مبعوث رحمة للعالمين. قال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وجاء في وصف الحبيب محمد صلوا على المصطفى في هذا الجمع الكريم: كنت راعيا للغنم
فأصبحت راعيا للأمم بأخلاقك وسيرتك الطيبة. اللهم صل وبارك وسلم عليك يا سيدي يا حبيبي يا أبا القاسم المصاب جلل. والفاجأة كبيرة في ابن من أبناء ليبيا، في ابن من أبناء ليبيا فيصل فخري للكل. فيصل فخري قدم حياته 60 عاما كتابة من سنة 64 أول مقال، 60 سنة يحمل ثلثي الإعلام الرياضي على ليبيا، خرج العديد من أبناء هذا الوطن، قدم وأخلص وأعطى في عصر اللاماديات. هناك أشياء لا تشترى بالمال، مهما دفعت في المال لن تصل إلى احترام الناس وتقديرهم. قد تملك الملايين ولكن قد لا تملك احترام الناس وتقديرهم. أينما حل فيصل فخري من هذه الأسرة العريقة شريفة النسب كان له التقدير والاحترام، أعطى كل حياته للإعلام الرياضي، لم يبخل على أحد. وأنا أقول في مثل هذه المناسبات أن هناك سبق خصال قل ما يجود بها هذا الزمان، سبق خصال تأتي للرجال والنساء قل ما يجود بها هذا الزمان. نبدأ أولا بأعلى الرأس، الوجه البشوش، الوجه البشوش والعين الدامعة ولسان صدق، ولسان صدق، ثم النفس الراضية المطمئنة، النفس الراضية المطمئنة رابعا، ثم يأتي القلب وهي المضغة الأساسية في الجسد، يبلى الجسد، ولكن هناك إذا صلحت هذه المضغة صلح الجسد كله. القلب النقي، فيصل فخري لم يحقد على أحد، ليس لدى أعداء، وهذه حقيقة وليس رياء. نحن نذكر محاسن موتانا في هذا المصاب الجلل، ولا نقول ونشهد إلا بما علمنا. النفس النقي أو القلب النقي الخالي عن الأمراض، الخالي عن الحقد، الخالي عن الكراهية، الخالي عن الفتن. ثم اليد السخية سادسا، اليد السخية المعطاءة، وليس المعطاء هو المال فقط، بل المعرفة والكلمة الطيبة والمعلومة للغير هي من الأموال. نحن نحتسب كل المال هو أو الثروة هي مال، ولكن المعلومة مال والفكر مال. كان يعطي كل زملاء. ثم سادسا اليد الكريمة، ثم سابعا أختم، الرجل للخير ساعية، ليس للفتن والمؤامرات، ليس للفتن والمؤامرات ونقل الأحاديث والتبلي على الناس. الرجل للخير ساعية والسبق خصال كل منا والفقير لله. نسأل أنفسنا كم عندنا من السبع صفات التي تتحلى بها هذا الرجل. وأقول وأختم حديثي ولنفسي أولا قبل غيري، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها. فمن بناها بخير طاب مسكنه، ومن بناها بشر خاب بنيها. وانظر لمن ملك الدنيا بأكملها، هل رحل من أبغي الطيب والكفن، واعمل لدار الآخرة مخازنها. الجار أحمد والرحمن بنيها. سبحان رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم وأحسن الله عزاءكم. والعزاء موصول لأنفسنا ولليبيا ولأبنائي ولأسرتي ولكل أسرة رياضية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يحضر معنا اليوم أو تحضر معنا اليوم قناة ليبيا الرياضية بقوة، ويحضر معنا مديرها السيد موسى نفسي ولديه كلمة في هذا المقام. بسم الله الرحمن الرحيم. تتقدم قناة ليبيا الرياضية بكامل إدارتها وفروعها ومكاتبها وكل العاملين في كافة ربوع الوطن به بأحر التعازي وصادق المواساة في رحيل فقيد الإعلام الرياضي والصحافة الرياضية الأستاذ الكبير فيصل فخري، الذي قدم الكثير
عبر مسيرة طويلة زاخرة بالعطاء والإخلاص، وكان زاد للتوفيق الرياضي. رحم الله الفقيد الوطن وعوضنا جميعا في هذا الرحيل الصعب خير، وإنا لله وإنا إليه لراجعون. الكلمة الآن لضيوف أعزاء وصلوا إلينا من مدينة المرج نادي المروج. السلام عليكم جميعا. يا من اهتديتم بالنبي محمدا وصرتم بهديه تعظيما، إذ سمعتم ذكراه في مجلس فصلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. خير ما استهلوا به كلمة التأبينية هذه قول الله تعالى، حيث قال في محكم آياته بعد بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. بالأصالة عن نفسي ونيابة عن مؤسسة العريقة المروج، أتينا إليكم بقلوب يملأها الأسى والحزن، بقلوب آمنت بقضاء الله وقدره، لنؤبن فقيدنا الراحل عميد الصحافة والإعلام الرياضي الأستاذ المرحوم فيصل فخري، الذي لطالما أتحفنا بقلمه وبمفرداته وبطلته البهية وأسلوبه السلس والممتع وبالمعلومة القيمة. ولكن لا نملك ما نقول، والذين إذ أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. كما لا يفوتني أن نجدد تعازينا لأسرة المرحوم في فقيد شقيقته التي وفاها الأجل بالمملكة العربية السعودية، فليرحمها الله وليتغمدها بواسع رحمته. شكراً لإدارة نادي المروج وشكراً لمدينة المرج. ضيوف أيضاً حلوا بمدينتنا بنغازي اليوم، ضيوف أعزاء من زليتن ومصراتة والجميل والخمس وصرمان ومن بني وليد، يمثلون رابطة السادة الأشراف الأدارسة. يتفضل السيد الدكتور محمود الشحومي، وكلمة له وسط هذا الجمع. الحمد لله على ما ألهم، وله الشكر على ما أنعم، والصلاة والسلام على شفيع كل من لله أسلم، سيدنا محمد النبي العربي القرشي الهاشمي، والصلاة على جميع الأنبياء والمرسلين، والرضا على الصحابة والتابعين ومن قال بقولهم وعمل بعملهم إلى يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أوجه لكم التحية والشكر على هذه الكلمات التي شنفت مسامعنا، وأنتم تذكرون ابنا من أبنائنا، ابن من أبناء الأدارسة، من ذرية سيدي محمد بن علي السنوسي الإدريسي الخطابي الإدريسي. وأهم ما يميز هذه الأسرة هي قدرتها العجيبة على جمع كل أطراف ليبيا. فعندما تتحدث عن نسب من تتحدثون عنه اليوم أنتم، المرحوم بإذن الله فيصل ابن السيد فخري ابن السيد صفي الدين ابن السيد محمد الشريف ابن السيد محمد بن علي السنوسي، هذا الرجل تشترك فيه عدة قبائل في ليبيا وكلها من الأدارسة. فهو جده لأمه سيدي علي المحجوبي، وعلي المحجوبي هذا من مصراتة، وهو من أدارسة مصراتة، من ذرية سيد إبراهيم المحجوب.
وكذلك كان سيدي أحمد الشريف، وهو من ذرية سيدي محمد بن علي السنوسي، ولكن جده هو عمران بن بركة الفيتوري. فهذه الأسرة انتشرت في كل من أول دخولها إلى ليبيا، وهي تمد أواصر النسب مع أهم العائلات الليبية. أريد أن أذكركم وأذكر نفسي بهذه اللحظة، تذكروا هذه اللحظة جيدا وتأكدوا أنكم مغادرون. فعليكم أن تمعنوا التفكير، فهل تجدون من يذكر مآثركم مثل ما ذكرت مآثر ابننا فيصل؟ هذا عملك ليست عبثا، الحياة ليست عبثية، الحياة مسؤولية. أنت خرجت من الجنة التي خلقت لها، الله سبحانه وتعالى لم يخلقك للدنيا، خلقك للجنة، وطلب منك أن تلتزم بقواعد معينة حتى تستمر في الحياة في الجنة. ولكن الشيطان الرجيم غر أبونا آدم، فخرج من الجنة مضطرا، لأنه نهي عن أن يأكل من هذه الشجرة، وتلك الشجرة كانت شجرة الشهوة، وعندما ابتلي بالشهوة فلم يعد لوجوده في الجنة مكان، خلاص أصبح لابد وأن يخرج. ولكن رحمة الله بك خلق لهذه الدنيا لك، وأنزلك فيها لتعمل صالحا فتجازى، لتعود إلى المكان الذي كنت فيه، تعود إلى الجنة. نحن نريد العودة إلى ما كنا فيه، ولن يكون لنا عودة إلا بحرب عدو. هذا العدو للأسف ليس خارجك، إنه في داخلك. إذا تمكنت أن تنتصر على النفس والهوى والشيطان، إذا استطعت أن تحارب هذه الشهوة التي ورطتك في الخروج من الجنة، أكيد أنك ستعود إلى الجنة. وإذا لم تفعل، إذا ابتليت بالنفس الأمارة بالسوء ووجدت نفسك عبدا لهواك وعبدا لشهواتك، فستجد أنه لا مناص من أن تتطهر بالنار. أعوذ بالله من النار، وأعوذ لكم جميعا من النار، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغلبكم على النفس والهوى والشيطان، باسمي وباسم الرابطة العالمية للأشراف الأدارسة، وهي رابطة عالمية معترف بها ومسجلة في هيئة الأمم المتحدة، وموجود لها فروع ب 22 دولة من أهم الدول، من جاكرتا أندونيسيا إلى آخر المغرب العربي إلى الرباط. هذه الفروع لها في ليبيا فرع كذلك، نحن نترحم كذلك على أول رئيس للفرع وهو الشيخ علي إدريس الشريف رحمه الله، الذي انتقل إلى رحمة الله بعد أن أسس بنيان الفرع هنا، ثم بعد ذلك آلت الرئاسة الآن إلى أخونا عبد الله نجيب، ومقر الرابطة في ليبيا موجود في زليتن، ولها فروع في 10 مناطق في ليبيا. كل المناطق هي موجودة هنا لتقديم واجب العزاء لأبناء عمومتهم وأهلهم الأخوة ذرية سيدي محمد بن علي السنوسي. فأشكركم على حضوركم، وأشكركم على ما قلتوه في هذا، هي ذرية بعضها من بعض، هذا كلام الله سبحانه وتعالى. الله هو الذي قال إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض. هذه الجينات التي تخلق بهذه الذريات، ثم بعد ذلك يأتي دور التربية. ليس مهما أين تعمل، تعمل في الرياضة، تعمل في الطب، تعمل في أينما وجدت، في الإعلام، أينما وجدت لتعمل عمل في هذه الدنيا، إذا كنت لك أخلاق تربيت عليها فستكون وجودك له مآثر، يذكرك الناس بخير. فنحن نعتز بمن ربى فيصل، ونقول له أحسنت التربية، ونسأل الله. الموت ليس نهاية المطاف كما يدعي البعض،
الموت هو انتقال إلى حياة أخرى، إما نعيم وإما عذاب. وأقلام وسنة الخلق أقلام البارئ، فما قلتموه وأنتم تتحدثون عن فيصل هو يسجل بأقلام ألسنتكم في سجله عند الله سبحانه وتعالى. فأسأل الله لي ولكم الخير كله، وأعوذ بكم من الشر كله. اللهم لا تجعل لأحد منا في هذا المجمع ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا غائبا إلا عدته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولك فيها منفعة إلا يسرته لنا. وفي آخر قولنا نقول الصلاة والسلام على سيد الكائنات سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. السلام عليكم.